مطلبنا الوحيد هو الكهرباء. المحطة هذه هي تبرع من إيران للحيدرية والزائرين الحيدرية. اليوم هاي المحطة كل شيء ما شفنا من إحنا، لا وظفوا ولدنا وشغلوهم بها هنا ورواتب مستفادة معدة. الأرضية تابعة للبلدية، حتى إيجار ما البلدية حتى تمدع البلدية بفت سعر معين حتى نقول فت شيء. المحطة هذه من نتجت لليوم الحيدرية ما استفاد منها. إذا أعطوا طاقة يقطعوها 6 ب2 وبعدين هاي 2 من الترافيك لايت ما نستفاد من عدها. خرجت شباب النجف وخصوصا شباب الحيدرية حول سوء الخدمات وخصوصا الكهرباء في محطة الحيدرية اللي هي تغذي محافظة النجف واللي سمت على اسم الحيدرية، بس بالاسم ما حصلنا أي شيء من عندها. بالنسبة للحيدرية ما قاعد تحصل أي يعني، حتى ضمن البرمجة ما مشمولة، يعني تجي ساعة وأكثر من 20 ساعة اطفاءات. احنا كهرباء صفر، ينطيك اياها ساعتين يقول لك ساعتين بس يسويها نشرة. اخي احنا ناس عندنا عجزة، ناس مرضى، ناس تعبانة، ادري وين تودي كهرباء. النجف عاصمة العراق، يعني اي خدمة ما بيها. مدينة امير المؤمنين صفر بالكهرباء، صفر بالكهرباء، الله اكبر. احنا بعد المسؤول غسلنا ايده من عده، يعني هم فقط بدنا العشر الخامس والسادس والسابع ياذونا بالكهرباء. احنا سلمين، بس باكر عقب تصير مطاره تصعيديه لان تعبنا ملينا. اخي بالنسبه للمحطه تعمل بكامل طاقتها التوليديه، حاليا ما عندنا اي مشكله. المشاكل الاخرى يمكن بمحطات اخرى بسبب نقص الوقود. حاليا الوزاره تتعامل بكل جديه مع الجانب الايراني من خلال زياده حصه الوقود. خليني نشوف الاستطلاع الاخر اللي يتحدث عن الخدمات وعن المشاريع التي لم تنجز حتى هذه اللحظه. المطبات والكثبان الرملية والأعمدة المهجورة، يقال بأنهم من 2014 بأنهم باشروا. ماكو دولة بالعالم ماكو إنجاز خلال سنة. المجسرات الكل بالعالم إنجاز سنة، يكمل المشروع مالته ينطي للدولة مشروع مرتب وذات مقاييس وذات دراسة عالمية، إلا إحنا في بالعراق مقاييس مخربطة. مجسرات من 2014 لحد الآن سنة 2001 صار لها 7 سنين، أكو مجسرات 7 سنين ومجسرات جدا مهمة. أكو دولة بالعالم هذا تعطي المي مال الصرف الصحي تكرم للمواطن مالته على ودي شربه؟ دا نشوف أن المياه مال الصرف الصحي كلها ترمي بالنهر الفرات وتصفية ماكو تصفية صحيحة، بحيث يصل من هذا بعد المصفى او مكان ما تصفيه المياه عن النهر كلش قريب، بحيث ما يلحق المي انه يصفى. يعني هاي السنه السابعه احنا شنو نعاني من الجسير، وهاي الزيارات تجي زيارات الاربعينيه خوب حدث ولا حرج. زين هاي الفلوس اللي جات تنصرف له، سمعنا صرفت فلوس للمجسر، وين الفلوس؟ طارت تبخرت. زين أدرى هذا الجسر من عمره صار له 7 سنوات، جاء ربطنا من تركيا للصين المن بس يدفتيم، هذا ترانسيت يودي يا لو الياسري سيدنا يدفتيم الفلوس وين؟